المهم الشقق هما هادو اللي ب 32 ديال المليون قابل للنقاش، باقي اللي الثالثه جوج والرابعه جوج. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارت ما تلقيتكم الاخوان الاخوات ب 32 ديال المليون في مارتين شي حاجه في المستوى بني 2024 وقابل للمناقشه. المساحه 55 متر، كاين جوج، عندي جوج في الثالثه باقيين وجوج في الرابعه. مع دخل الباب كندخلوا هاد الاخوان الاخوات، كنجبروا الصالون قبالتنا بالصباغه ديال الياقوته وبلافون واللي دايز سبوطات مركبين على يدنا اليمين. كنزيد عندنا عاوتاني كنجبروا دوش طواليت كما كتشوفوا، قبالتنا لا كويزين. هادو ديور ديال الصيف، ديور ديال البحر، كطلع للباتيو هم ديور ديال البحر. ملي يجي يدوز الفاكونس ديالو هنايا في مارتين، ديور خاصين في المستوى، ديور جدادين. هذا البيت الاولاني يطلع له على الزنقه ديريكت، دي الثاني كذلك السبوطه تاعو مركب ويطلع على الزنقه والصباغه ديال الياقوته. عندي واحد البالكون هنايا هما هم ديور مشمشين. اهم حاجه الثالثه فيهم الرابعه فيهم التراسه مزيونه، فيهم شويه الرجوع مزيونين صراحه الله. هذه بحال الاخر، غير هذه في صاله مختلفه. كندخلوا كنجبروا هذا الصالون، هذا مساحه 55 متر ملكيه. هنا بيت، سمحوا لي اعثر عليكم، هنا كاين الكويزين، دوش طويله جات هانتوما، كاين داكشي الخدام الباركين كيخدم واحد الفوق. وهذا بيت بالبالكون ديالو. صالون الفرصه نديرو غزال ما شاء الله الرحمن الرحيم، شي حاجه في المستوى والثمن مناسب، 32 مليون قابله للنقاش. البالكون خليكم باش نوريكم فرصه من برا والموقع ديالهم بالضبط.